نور، وصلنا لأولى مساحاتنا لليوم وهي المساحة الطبية. شهر أكتوبر الوردي هو شهر عالمياً يتم فيه التوعية بمرض سرطان الثدي في بلدان العالم كافة، ووفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية، حيث يأتي سرطان الثدي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء في العالم المتقدم والعالم نامي على حد سواء، وتحدث سنويا نحو 2 مليون إصابة جديدة سنويا. والحديث أكثر عن الشهر الوردي بيسعدنا نرحب بالدكتور إيهاب النقري، أخصائي بجراحة أورام وجراحة الثدي ومدير مشفى البيروني. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور إليك للأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح النور. سنويا عندنا شهر للتوعية، ونحاول يمكن بشكل مستمر عبر صباحنا غير نسلط الضوء على أهمية التوعية اليوم بالوقاية من سرطان الثدي. ويمكن سنويا رغم كل تطور العلم دائما في عوامل وأسباب جديدة للإصابة بسرطان الثدي، خلينا نحكي عنها. هلأ مثل ما بنعرف نحن الكشف المبكر عن سرطان الثدي بيصير بالشهر الوردي بشهر تشرين الأول. طبعا هذا شيء عالمي وهذا كتير مهم، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي بيحد كتير من استئصال الثدي، وبالإضافة لنعمل مسح كامل للسيدات اللي ما عندهم أي مشاكل، لنشوف إذا عندهم أورام صغيرة ممكن نعالجها بوقت قصير. هلأ أنه شو السبب؟ أول شيء هو انقسام شاذ بالخلايا غير مضبوط، بتحول لكتلة. الكتلة هي إذا ما تعالجت تنتقل للأوعية اللمفاوية، ممكن كمان إذا ما تعالجت يصير في انتقالات رئوية أو كبدية أو عظمية. فالفكرة ليش نحن بنعمل كشف أو ليش بنعمل هالحملة هي؟ لسهولة السيطرة على الورم ببدايته، وبنفس الوقت نحن كمان ما بدنا نخسر شيء اسمه عضو مهم او عضو جمالي هو الثدي. فموضوع كثير مهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهي حمله كثير يعني بسيطه ما بتعمل اذى، بالعكس يعني صوره ماموغرام تكشف اورام اقل من 1 سنتي ممكن معالجتها بسرعه. مع كل حملة سنويا ومع التوعية مع بمرض سرطان الثدي بتكثر الأسئلة، مين أكثر الأشخاص العرضة واللي هن أكثر احتمالية للإصابة بالمرض؟ هلا في سبب وراثي ولو ضعيف، في عندنا قصة عائلية مثل الأم أو العمات أو الخالات كمان هذا كثير، حتى استخدام الأدوية الهرمونية كثير بنشوف عن السيدات عم تستخدم أدوية هرمونية بدون إشراف طبيب أو نسميه استخدام هرموني عشوائي. كمان بالإضافة للأكثر خطورة عدم إنجاب طفل في سن مبكر تحت 30 سنة. كمان الأشعة بتلعب دور سلبي بهذا الموضوع، أحيانا ممكن طفلة صغيرة مثلا عندها مرض هودجكين أو تأخذ أشعة كمان ممكن تعرض أكثر خطورة لسرطان الثدي. بالإضافة حتى الأورام السليمة كمان هنن أكثر عرضة بالمستقبل ليصير معهم سرطان الثدي، طبعا هدول الأكثر خطورة. خلينا نحكي عن الوقاية من سرطان الثدي. دائما نحن بنذكر أهمية يمكن الفحص المبكر اليوم، قديش إذا تم الكشف مبكرا قديش مهم العلاج. خلينا نحكي عن هي الوقاية، لأنه رغم كل يمكن وسائل الإعلام تسليط الضوء بعد نوعا ما فيه زيادة بنسبة الإصابة، لسه الناس ما عندها كل المعلومات الكافية. هلأ هي توصيات عامة حتى منظمة الصحة، الإرضاع الطبيعي، الإنجاب الطفل الأول في سن مبكر، الحمية قليلة الدهون، طبعا الابتعاد عن التدخين والكحول، بالإضافة لرياضة، كل هدول عوامل مساعدة والوقاية منها. طبعا مثل ما عم نحكي إنه عن الكشف، هلأ عم نحكي عن سرطان الثدي بشكل عام، سرطان بشكل خاص لازم الصورة في سن معينة فوق 40 سنة. برجع بقول لك اللي ما عنده أي مشكلة، يعني وقت نعمل ولو صورة بالسنة اللي عمرها 40 سنة تعمل صورة ماموغرام، برجع بقول لك متوفرة ومجانية بكل مراكز الجمهورية العربية السورية، وفحص كتير بسيط. فهي هي هذا أهم شيء، نعمل كشف مبكر عن سرطان الثدي. يعني الحملة كتير مهمة وعطت نتائج مهمة بالسنين الماضية، فمتوفرة بأي مركز
أراضي الجمهورية العربية السورية. دكتور، خلينا نتعرف أكثر على أنواع سرطان الثدي اللي ممكن تصيب النساء ودرجة الخطورة أو التفاوت بالخطورة بين كل نوع. هلا كل عامة بيظنوا إنه هذا مرض يعني عضو واحد ومرض واحد وعلاجه واحد، لا، كل حالة تدرس. هلا إذا بنحكي بشكل اللي بيصيب نسيج الثدي، في عندنا السرطان القنوي الفصيصي، مرض باجيت، الساركومات ممكن تصيب الثدي. هلا حسب المرحلة اللي يكشف فيها المرض بنعطي العلاج حسب البروتوكول، كل مرض وله بروتوكول. كمان فوق وقت نعمل تشريح مرضي في شيء اسمه تلوينات مناعية، بعد التلوينات المناعية كمان في شيء تدرس الخزعة كمان مرة ثانية بالتشريح المرضي، في أدوية هدفية ممكن نعطيها للمريضة. طيب دكتور، خلينا نحكي، يمكن في كثير من الحالات تصاب، يعني سابقا كنا نقول أعمار فوق الأربعين، هي اليوم عم نشوف لا، أعمار تحت سن الأربعين، عم نشوف بالعشرينات، عم يكون دائما في تغير أو تحول بالإصابة والمعلومات الموجودة، وعم نشوف حالات يعود رغم الكشف المبكر. مثلا أحيانا بعد 5 سنوات بيقول لك أنت جسمك خالي، استضفنا بعض الحالات عاد بعد 5 و6 سنوات اليوم، هي شو أسبابها فينا نقول؟ هلا اول شيء انه في اعمار، اكيد عم نشوف اعمار مبكره صغيرة. تحت ال 40 سنه عم نشوف منيح، بين 30 و 40، حتى غير ما قرينا انه لازم فوق ال 40 او ال 50 او التقدم، حتى بنهايه العشرينات عم نشوف تماما بنسبه اقل. يعني هلا الفكره انه بعد 5 سنين او 6 سنين من المرض، قصدك انه هلا بدنا نميز نحن كمان بين النكس وجود ورم جديد او انتقال جديد. فاذا اي سيده عولجت بسرطان الثدي وصار مع انتقال، حسب الحالة اللي هي فيها تعالج. إذا نادرا ما يصير مع ورم ثاني كمان يعالج. بالنسبة إنه ينكس، وارد النكس، لكن إذا تعالج بشكل صح وكان ممكن يطلع مكان آخر، هذا بنسميه نكس ولا بنسميه هذا صار مع انتقالات. النكس هو إنه صار مع الثدي نفسه، سرطان الثدي ممكن نكس موضعي، يصير مع نكس موضعي او انتقال للثدي الاخر او انتقالات كبديه او رئويه او عظميه. دكتور، كثير سيدات تتساءل عن طريقة العلاج أو كورسات العلاج. نعرف مرض السرطان للأسف لحد الآن ما في دواء شافي 100% أو بروتوكول معترف عليه، في عدة بروتوكولات بتكون حسب الحالة، في إجراءات شعاعية، كيماوية، قصدك علاج جراحي أو كيميائي. كيف اليوم السيدة ممكن أو فينا نقول في مراحل معينة لازم تبدأ فيها السيدة؟ في مثلا دراسات بتقول أنه لا، ما نبلش بالإجراء الجراحي، نعمل أشعة بعدين اجراء جراحي، وفي يعني مقولات العكس. هلا اي سرطان لازم يكون في طبيب جراحه، طبيب معالج كيميائي وشعاعي، حتى مثل المشفى البيروني في نسميها العياده المشتركه. فتناقش الحاله او يناقش المريض حسب الحاله اللي هو فيها. هلا انه حسب اول شيء كشف، اذا في كشف مبكر عن سرطان الثدي مثلا حجم الكتله صغير، ممكن نعمل استئصال ربعي. حجم الكتلة كبير، ممكن كمان المعالج الكيميائي يعطي أدوية علاج كيماوي ما قبل الجراحة. ممكن نحافظ على الثدي، طبعا برجع بقول لك تشريح مرضي مهم، تلوينات المناعية، نحن بنحكي عن المستقبلات الهرمونية والهيرتو، كل هدول مهمين. لذلك أنا عم أقول لك كل حالة تدرس، ولازم يكون في عيادة مشتركة، عيادة مشتركة، الطبيب الجراح يتدخل بالموضوع، المعالج الكيميائي والشعاعي، حسب الحالة اللي بتيجي فيها السيدة. وبرجع بقول لك الكشف المبكر دائما هو أفضل شيء لما تخسر السيدة الثدي. بنفس الوقت حتى علاجه بيكون أسهل. أشرت لنقطة، يمكن قلت الفحص المبكر أو الكشف المبكر هو خير وقاية للسيدة لما تخسر الثدي. أحيانا بنشوف دكاترة بيقول لك بفضل استئصال الثدي بشكل كامل عشان ما تصير حالة انتكاس أو يعود. هون حتى مع ببداية المرحلة فينا نقول يكون الخيار الأفضل استئصال الثدي جراحيا لا كي لا يعود؟ كل شيء له استطباب. هلا إذا في أكثر من كتلة أكيد استئصال الثدي هو الأفضل. الكتلة تحت الحلمة كتلة كبيرة جدا، في له استطباب، لكن نحن عم نحكي على أورام صغيرة. ليش الدولة أو الدول مهتمة بهذا الموضوع؟ للكشف، إنه ما نوصل لأحجام كبيرة. حتى الحملات اللي صارت بسوريا والفترة الأخيرة كنا نشوف مراحل متقدمة، صحيح. درجة الثالثة والرابعة كانت مسيطرة كتير، حتى بمشفانا، مشفى البيروني.
هلا عم نشوف المرحلة الثانية والثالثة، فهذا موضوع كثير مهم. لسه نشوف المرحلة الأولى من المرض، وهي هي هي هدف بأي مرحلة الحملة. فينا نقول بيتم استئصال الثدي الكامل؟ هلا حجم كبير، سرطان فصيصي، مرحلة الثالثة والرابعة، أكثر من كتلة موجودة. قلت لك كل مرحلة أو كل سيدة تدرس على حدة. مشان هيك وقت عم نحكي نحن الأورام الصغيرة تحت 3 سنتي أو 2 سنتي يعني، وإذا ما في بؤر تانية أكيد حرام نستأصل الثدي بشكل كامل. دكتور، نحن هلا مثل ما ذكرنا بشهر التوعية، سيدات من مختلف الأعمار عم بيروحوا بالمراكز المخصصة ليعملوا هذا الفحص. بدنا نحكي عن الماموجرام، هو في عمر معين لازم تخضع له السيدة؟ مثلا في صغار صبايا نوع من الاطمئنان الزايد بحبوا يعملوا هذا الإجراء، هل هذا محبب؟ هلا أي سيدة شو ما كان عمرها تحت 30 سنة فيها تعمل إيكو، ما في أي إشكال. إيكو كمان ممكن يكشف أورام، لكن الماموجرام على سيدة فوق 40 سنة يعني ما عندها مشاكل، ما عندها قصة عائلية، استعداد جيني أو وراثي، فممكن تعمل هاي الصورة. ومن خلالها هلا في جمعية أمراض الثدي بسنة 2010 أو 2009 عملت مسح ل 600 سيدة، طلع إنه 6 سيدات يعني ما كان عندهم أي مشكلة أو أي شكوى، طلع عندهم سرطان ثدي يعني انكشف، وهي يعني نسبة عالمية إنه واحدة من أصل 100 انكشف معها، يعني عملوا على 600 سيدة واحدة من أصل 100 صار معها سرطان ثدي بدون ما يكون عندها أي شكوى، وبتسيطر على الموضوع، وفي منهم تحافظ على الثدي يعني وما استئصل الثدي. خلينا نحكي كمان دكتور، كثير من السيدات عم يتابعونا، كمان تستطيع السيدة اليوم الفحص نفسها إذا فينا نقول، إذا ما فيها تروح على مركز أو ما في مركز قريب، عملية الفحص كيف بتتم؟ كيف إذا بتشك إنه فعلا في، لأنه فيها كمان كتل فينا نقول لمفاوية يعني كمان حميدة، عقد لمفاوية تحت القبض، عقد لمفاوية تحت القبض، كمان هون بيصير نوع من الخوف أو ردة الفعل عند السيدة. هلا العقد اللمفاوية تحت القبض يعني ممكن تكون التهابية، ممكن تكون من نفس المرض، صحيح، أو ممكن مرض ثاني مثلا داء هودجكين، لكن أي سيدة فيها بالحمام ترفع إيدها وتقسم الثدي لأربع أرباع، وباطن اليد جس الثدي. هلا في صار مراكز متعدده، وفي تشوف طبيبه، وفيها تعمل ايكو بنفس الوقت، يعني ما تخاف اي سيده يعني في الايكو بمتناول اليد وما في اشعه، فيها تعمله يعني وسيله كثير بسيطه. هلا الفحص الذاتي مهم، واذا كان عندها استعداد وراثي انا برايي، او عندها قصه عائليه ايجابيه مثل عمتها او والدتها، كمان لازم تهتم بهذا الموضوع وتعمل مبكر تماما، وتعمل صوره سواء ايكو او ماموجرام. دكتور، كثير صبايا وسيدات بيعملوا فحص الايكو وبيكتشفوا وجود الياف، هي بتكون ما لها اي منشا سرطاني، هدول الاشخاص قديش لازم يكون عندهم مستوى الحرص زايد؟ قديش هي الالياف ممكن تتحول لشيء ثاني لا سمح الله؟ هلا موضوع الاورام السليمه غير نحن عم نحكي هون حلقتنا عن الاورام الخبيثه، الاورام السليمه اكيد هي الاكثر واكثر شيوعا يعني حوالي 75 يعني اللي عنده اورام حميده يعني هل مهيئ ممكن يكون اكثر خطوره؟ ما فينا نقول مهيئ اكثر خطوره، بس ما انه مهيئ، لا اكيد ما اكثر خطوره فينا نعتبر. طيب خلينا نعطي بعض النصائح لكل الصبايا والسيدات اليوم عن اهميه فعلا الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قديش فعلا السيده بتكسب صحتها، مثل ما قلت اذا في حالات فعلا عائليه احتمال الاصابه هي الوراثه، يجب يعني احيانا نشوف حالات وبتلاقي انه لا مش ممكن، لا يجب ان يكون في توجه وحرص وفعلا فحص بشكل دائم، لانه العمل الوراثي بيلعب دور كثير كبير وعم نشوف انتشاره بالاونه الاخيره بشكل كثير كبير. هلا نسبه وضع الوراثه هي 15 يعني من 12 ل 15% نسبه ضئيله بس مهمه يعني مهمه جدا تماما. يعني في كثير من الناس بتقول لك وراثه بس انه لا نحن بنأشير عليها انه هي مهمه، هو في استعداد جيني بشكل كبير. تمام. هلا موضوع الكشف المبكر برجع بقول لك كل الدول مهتمه ودولتنا مهتمه، والحكومه يعني بالفتره الاخيره حتى عملت لجنه التحكم بالسرطان، لجنه الوطنيه للتحكم بالسرطان، مهتمه كثير بهذا الموضوع، وهي عم تطلق الحملات، حملات الكشف المبكر. هلا وقت نحكي عن الكشف المبكر عن السرطان الثدي برجع بقول لك اورام صغيره، ما بنخسر ثدي، علاج اقل، حتى الشدة النفسية للمريض هي أقل، فلذلك كثير بنركز على الكشف المبكر على سرطان الثدي.
وصار الموضوع حتى يعني خفت الوفيات بسبب الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني نحن ان شاء الله ما بقى نشوف الحاله او المرحله الثالثه والرابعه بمشافينا او بعياداتنا. قديش نسبه فينا نقول يعني نسبه اذا عم نقول من خلال التعامل المباشر مشفى البيروني من خلال الحملات او التوعيه في نسبه اقل؟ يعني قلت ببدايه حديثك انه تحسنت مرحله ثالثه ورابعه، هلا عم كنا نشوفها دائما. تمام، هذا الوعي اللي صار والحملات والاعلام اللي يعني انا كمان بشكر الاعلام كثير على عم يضيء كثير خاصه بالشهر الوردي على الكشف المبكر عن سرطان الثدي والحملات اللي عم تصير. احنا على مدار السنه بنعمل اي سيده بدها تعمل ماموجرام، في عندنا نحن الوسائل التشخيصيه مثل بكل شيء سواء كان الطبق المحوري او الجاما كاميرا اي سرطان من ضمنهم سرطان الثدي. فالماموجرام نحن على مدار السنه موجود بمشفى البيروني الجامعي بالاضافه للمراكز الاخرى بوزاره الصحه وبوزاره التعليم العالي. دكتور خلينا هيك قبل ما نختم مع حضرتك نسأل سؤال، للرجال هل هم معرضون للإصابة بمرض سرطان أكيد الثدي؟ أكيد نسبة نادرة. هلا كل 100 سرطان ثدي كإحصاء أنا عم أعطي، كل 100 سرطان ثدي بيقابله 1% يعني رجل عم يصاب بسرطان الثدي. طبعا هو قليل ونادر، كمان علاجه نفس علاج سرطان الثدي عند النساء. صحيح. حسب المرحلة ممكن يكون له جراحة، علاج كيماوي وشعاعي، نفس يعني نفس العلاج لأي سيدة. عم تقول نادر دكتور إصابة الرجال، لكن هناك حالات، أسباب إصابة الرجال إذا فينا نقول بسرطان الثدي شو هي؟ هلا ما في تلك السرطان ما له سبب، هو انقسام شاذ بالخلايا او عوامل مهيئه فينا نقول عند الرجال ممكن. هلا مثلهم التدخين، الكحول اللي حكينا عنها ببدايه الحلقه، ممكن كثير هلا بنشوفها بالرياضيين ممكن كمان ياخذوا ادويه فيها هرمونات او شيء. تماما، فكثير هي انا عامل كذا عمليه لرياضيين عندهم هالمشاكل هي، ممكن كانوا ياخذوا يتناولوا شيء هرموني. نعم دكتور، خلينا نحكي هيك بدنا نرجع نركز على موضوع الفحص الذاتي، ممكن يكون في مؤشرات معينه بالثدي او هيك تغييرات بسيطه ممكن هون السيده انه لا لازم انا انتبه؟ تماما، هلا اي سيده مثلا في نزل من الحلمه دموي اكيد لازم تراجع طبيبها، اي تغير بحلمه الثدي غؤور، اي في شيء اسمه علامه قشر البرتقال احمرار كمان لازم تراجع طبيبها. طبعا هون ما بدنا نوصل انه تجس كتله، اذا جست كتله فالموضوع يعني صار سواء اخطر. ايه هلا برجع بقول لك كمان ما بدنا نخوف السيدات انه الكتله لازم تطلع خبيثه، قلت لك حوالي 80% اورام سليمه ما انا اورام خبيثه. طيب دكتور خلينا نحكي عن العلاج، ايمتى بيتطلب العلاج فينا نقول؟ دائما لما نقول سرطان بيخطر ببالك علاج كيماوي وجرعات لا في مراحل ممكن نقول مبكره ما بتحتاج لعلاج كيماوي. هلا انا مثل ما حكيت بدايه الحلقه كل سيده تدرس على حده. هلا العلاج الكيماوي لحد الان اكيد موجود العلاج الكيماوي. باي مرحله فينا نقول لما يتم اكتشافها؟ بالمراحل الاولى والثانيه، بس حسب المرحله بينعطى الدواء يعني حسب. هلا كمان في العلاج الهرموني كمان بينعطى بعدين يعني بعد ما يتقلص العلاج الكيماوي والشعاعي اذا في شعاعي. كمان في الادويه الهدفيه هي الناس اللي بتبحث عنها، ما بصير تساقط شعر كثير السيدات بيهتموا بالموضوع. كمان هلا دخلت بالعلاج وكثير مهمه وعم تعطي نتائج كثير ممتازه. دكتور كونه عم نحكي عن العلاج للاسف لانه مرض لحد الان ما في علاج شافي 100%، في اجراءات علاجيه عم بتكون، في بروتوكولات علاجيه عم بتكون، بتكثر الاشاعات اليوم عن هون بس بدي اقاطعك. نسبه الشفاء بالمراحل الاولى او الدرجه الاولى كبيره، نحن 95 ل 97% هلا شفاء تام اوكي، بس انه نسبه كثير عاليه. هلا في سيدات كثير بيراجعونا بمشفى البيروني من 20 او من 22 سنه، فهذا يعني بعد 22 سنه فهو شفاء تام يعتبر. نعم، فكان انا سؤالي قديش اليوم فينا نقول نحن بسوريا واصلنا او عم نتبع الاجراءات اللي العالميه بما يخص مرض السرطان؟ عم بحكي عن نوع الادويه والعلاجات. مشفى البيروني الجامعي مو جيد، ممتاز جدا، بتابع كل شيء سواء من العلاج الجراحي او العلاج الكيميائي او الشعاعي. نعم. هلا الادويه شوي خفت بسبب الحصار على سوريا، لكن صحيح رغم ذلك ابدا يعني ما في دواء بيطلع او اي بروتوكول او اي مؤتمر بيصير الا ما بيكون مدروس، وحتى بمشفى البيروني بنحطه ضمن العدد، لكن دائما عم نتبع البروتوكولات الحديثه واكيد مليون بالميه.
كمشفى البيروني قبل الحرب أي دواء يطلع عالميا كان ينجاب وينعطى للمريض. حاليا بسبب الحصار وبرجع بقول لك البروتوكولات اللي عم تنحط كمان هي عالمية. صحيح. تمام. ويمكن أشرت لنقطة كتير مهمة بنأشير إلى دكتور بالختام، رغم كل ظروف الحرب والحصار أثرت بشكل سلبي، لأنه وزارة الصحة والدولة عم تقدم العلاج المجاني وخصوصا السرطان، نحن بنعرف كله استيراد من الخارج وعم تحاول تأمنه رغم كل الظروف. فأكيد تحية لكل الكوادر الطبية السورية. وزارة الصحة، نحن مشفى البيروني تابع لوزارة التعليم العالي، في كمان وزارة الدفاع وزارة جميع الداخلية. الوزارات المعنية هي أساسا إلى التحية الكبيرة. الدكتور إيهاب النقري، أخصائي جراحة أورام وجراحة الثدي ومدير مشفى البيروني، نتشكرك على وجودك معنا، وبتمنى الصحة والسلامة لجميع الناس. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور ولكل النصائح والمعلومات القيمة اللي قدمت لنا اياها. يعطيكم العافية. اما هلا نرمين بنروح لمحافظة